أنا كان عندي سلسلة ثانية اسمها كيف تفهم اللهجة العراقية معي. كيف ممكن شاب غزاوي زيك ووالدك غزاوي بحت وصل لهذا الليبل من النجاح في أمريكا؟ كيف تشتغل لامبورغيني؟ كنت أشتغل 3 وظائف بنفس اليوم. هون الحياة تعطيك فرصة إنه تنجح أكثر وأكبر. الله يسامحك يا شاد السايس اللي خليت. لا. ويا اهلا وسهلا يا سادة. من اليوم 46 من تحدي عبور امريكا من نيويورك الى لوس انجلوس بلا اموال، واذا قدرنا نعبرها خلال 50 يوم تستنانا سيارة احلام من الرينج روفر من عراب اليوتيوب شاد السايس. وتحت هاي الامطار وتحت هذا الجو ما اشي حيوقفنا باذن الله، واليوم وظيفتنا مع شخص عزيز علينا كلنا. مين هذا الشخص وشو راح يصير اليوم، وهل راح نقدر نلم $2000 ونتفحم لمعاد ونكمل رحلتنا بكره الى البكورك نيو مكسيكو ولا لا؟ كل هالشغلات راح نعرفها الان، فخلينا نشوف شو الوضع جوا. طبعا زي ما بتعرفوا عن سلام بطنيجي، انا من النوع اللي بفوت ورا الكاونتر وبضل رايح، يعني هذا المكان داخله 1000 مره بحياتي. اوه السلام عليكم. اهلا يا عمر، مرحبا. كيفك؟ شو الاخبار؟ شو عامل؟ خليك زمان عنك. انت زمان عنك. كثير ناس بيحكوا لي جهاد بيجي على هيوستن، بدنا نعرف هذا السؤال، خلينا نساله عنه على القناه. تيجي على هيوستن ما بتعمل فيديوهات معنا، شو السبب؟ السبب انك انت كنت في باريس. مش هاي المره كنت بيرس، هاي اللي عملنا فيديو. رجعت بس قبل هيك. قبل هيك كنت في هيوستن، كنت موجود هون. يا سلام، شايفين انا دائما مستعد، واضح. كل ما يجي بس انا السؤال اللي هو بيحكي عنه انه انا سلام كذا وسلام كذا، سالناه قدامكم وهي شوف ما عنده جواب، طلع برا. لا عندي جواب. راح فكر فيه برا ورجع. والله اسمع، جدولك وجدولي مستحيل يعني يتطابقوا مع بعض، انت عارف يعني باجي على هيوستن انا بكون مشغول وانت بتكون مشغول، فما بنصور مع بعض. مزبوط. ولكن ان شاء الله بالمستقبل نصير نرتبهم قبل اسبوع. بدي اشتغل معناش وقت. ايوه معناش وقت. لا انت هذيك المره لما اشتغلت عندي فضحتها. بدي ان شاء الله تكون تحسنت. بدي امشي لك اياها. اشتغلت عندي. تعال تفضل، حنعطيك فرصه جديدة بس عشان المتابعين الموجودين عندنا. حلو. حلو، فخلينا نجرب اليوم ونشوف فعلا تطورت ولا تمثيل. انا جاهز. ليتس جو. بلش. يعني كبتونا في الوظيفة. بدنا. يلا. ليتس جو يا جماعة. شو أول إشي راح نعمله يا سلام؟ أول شغلة راح تشتغلها اليوم حتكون إشي اسمه بور. إيش؟ بورتر. شو يعني بورتر؟ اشتغلتها بالهيك، كيف مش عارف؟ ايش كان؟ اوكي انيويز، حتساعدني نموف السيارات اللي اجت جديده اليوم. الزباين نزلوهم عندنا. نروح نوقفهم باللاين عشان نبلش الشغل عليهم. هذا بورتر. بورتر هاي السياره، واللي بتعرف هاي بورش ما بتخفي فيها. خلينا نبلش بالنيسان، هاي اجت اليوم، والمازدا. هلا هدول واقفات هون بالقدام. هذا خبطت معالي. شوف من الاول هذا يظن انت متاكد مع رخصتك. مع رخصه امريكيه ورخصه اردنيه ورخصه دوليه. ثلاثه ذكي. هلا هدول بتجيبهم من قدام، بتصف لي اياهم على الجنب، رتبهم. ها مش عشوائي وهيك، يعني زي فاليت بس عندك. زي فاليت بس عندك، عشان شو؟ الشباب البادي مان يعرف انه هدول سيارات لسه يجوا فريش. والان خلينا نقول اول سياره لسلام، ولكن عن جد انه كثير تعبان، يعني نادر ما احكي تعبان بس هالمره عن جد كثير تعبان. بدنا نصف السيارات، صفط لي اياهم عشان الشباب عنده، رتبوا الامور والوضع. هاي السيارة بتذكرني بواحدة من السيارات اللي عند شاد السايس، فكنت اسوقها كثير زمان. بالله عليكم قيموا الصفة من 10 كيف، شوفوا شوفوا الصفة. يعني جد صفر؟ ايه صفر. اه لا 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 زين زين. لا عبالي هنا انا قريب على هذا الخط. اوكي اوكي. لقاها من الناس ولا منك يا مشان الله. وهي هي السيارة الثانية. يا الله. اه اجي كنت متوقع اجيب السيارة الثانية. تعالوا شوفكم جاد شلون يباركن. طبعا هو مشان يعرف يباركن زين بالباك، بس انا علمته. ان شاء الله مصدقيني. اه والله جابها عدل. طبعا مو دائما هو يجيب السياره عدل، بس هالمره ضبطت وياه. اعترف انه انا علمتك شلون ترجع بك. ترجع وين؟ بالسياره. انت خبره نط بالوديان. لا انت خبره حوادث. بس احكي لهم عن ترجعتي للسياره شلونها. هيك بترجعي هيك. لا 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 هاي انت، هاي انت بالبدايه كذاب يا جماعه. هو كان هيك يرجع بالبدايه بس تعلم من عندي. مشوله يا جماعه، بس شوفوا كيف قيموا. قيموا المصفات. قيموا المصفات من 10. عرفهم عن نفسك. سلام بطنيجي، في فيديو عملته مع السيد جهاد قبل هيك، نفس المكان اللي انا قاعد فيه هلا. مقابله كامله عندي، موجود الفيديو على القناه عندي. اكثر فيوز اجاني على هذا الفيديو. اذا حابين تعرفوا عني اكثر واكثر، رابط القناه تبعتي حيكون تحت. روح عندي على القناه حتشوفون وتستكشفوا مين سلام بطنيجي اكثر. اعطيني السبب
بشخص زيك بلش من صفر وصل لهذا الليفل من النجاح؟ السبب اول اشي دائما انا بحكيها لكل الناس حتى مش المسلمين، يعني دائما بحكي لهم نفس السبب اللي هو خليها up to God. يعني شو ما بده ربك كاتب لك. يعني انا ما عمري كنت احلم انه اشتغل بادي شاب او املك بادي شاب او اشتغل في اي شيء تاني. كنت دائما عم بحاول اخلص الجامعة اشتغل بشيء اسمه supply chain management، بس ربنا فرجاني طريق تاني والحمد لله وصلت لهذا المكان اللي انا فيه. بس تاني اشي لازم تعمل كل شيء عليه عشان ربنا يجهز لك يعطيك الاشي اللي انت مكتوب لك. الغرفة هاي فيها مشكلتين. حلو. تعرف شو هم؟ هذا الجكات مش محله. اوكي. تمام. في مشكلة كبيرة يعني قدام عينيك مفتح مصدوق. والله مش شغال. يا عيني عليك. في شغلتها كمان الارض نظيفه شايفها؟ لا. اوكي الارض بدها تنظيف. طب انت كنت بتقول لي تفضل. الارض بدها تنظيف مزبوط. جاكات بدي ترتب لي اياهم تحت الطاوله مزبوط. عندنا مكنسه هون والضوء لاقي لي طريقه تصلح لي. من قال لك انا كهربجي؟ انت قلت لي اليوم لما جيت تشغل اي شيء صح ولا لا؟ صح. الضوء بده تصليح، الارض بده تنظيف. الله يسامحك يا شادي السايس اللي خليت جاهز للشغل ولا لا؟ بديش حكي كثير. والله جاهز. والله يلا بلش. بس خلص احكي لك شو بدي اياك تعمل. جاهز. اوكي قديش بدك؟ دقيقة و14 ثانية. دقيقة 14 ثانية. بعطيك نص ساعة. اوكي نص ساعة. نص ساعة. تفضل. وحان الآن وقت التكنيس يا السادة. بتذكر اول ما دخلت امريكا تقريبا قبل سنه ونص، انا من زمان في امريكا صار لي سنه ونص، كنت اشتغل ثلاث وظائف بنفس اليوم. شو هن ثلاث وظائف؟ الوظيفه الاولى كانت انه انا بطبخ وباقلي فرايز اللي هو البطاطا، بنعمل برجر وبنعمل شغلات ثانيه، نعمل فرايز ونعمل سندوتشات، فانا كنت اللي بجهز الفرايز والشغلات اللي زي هيك. الوظيفه الثانيه اللي اشتغلتها كنت انا باخذ الطلبات وبودي على الطوايل للزباين في سي فود امريكي اللي هو الاكل البحري الامريكي. والوظيفه الثالثه كانت هي نظيف محل بيتزا كبير، بعد ما يخلصوا الموظفين كنا نروح هناك وندير بالنا على المكان ونجهزه لثاني يوم. فأنا بكنس الآن تذكرت هذيك الأيام وقلت خلينا أشاركها معكم وأحكي لكم إنه you have to start somewhere، لازم تبدأ بأي إشي ومن أي مرحلة، وحبة حبة إن شاء الله راح توصل بدك إياه. فالشغل مش عيب بالمرة شو ما كانت الوظيفة، وثقافة العيب انساها نهائيا. وهينا شوفوا الإنجاز كيف يا جماعة، وهينا بعد سنة ونص في أمريكا رجعنا نكنس. ضحكة يا تا. ضحكة. yes. تضحكي علي صح؟ هتقبلها من العالم ولا منك يا ايات؟ تحكي شي خلاص زعلت منك. اه معلمي سلام. اه حبيبي. كيف الشغل؟ كيف الامور وراء؟ 100% والله انا خلصت تكنيس، والله اخذ اكثر من الوقت اللي حكيت لك اياه، اخذ اكثر من دقيقة و14 ثانية. خلصت؟ اه. يا. بدي اسألك سؤال، انا عم بطلع على الكاميرا، شايفك واقف في النص بس بتحكي وبتصور والارض بعدها في الهوس. شايفني على الكاميرا طبعا انا بتذكر عن الكاميرا شوي، شايفني على الكاميرا تقطع شر، اكثر واحد في العالم عنده كاميرات. اوكي، ثانك يو سو ماتش. سلام. ترى يشوفك بالكاميرا، لا تسوي حركة. شوف الكاميرات. فيش فيه مجرود، المجرود بالأردن هذا هو المجرود اللي بتجرد فيه الزبالة، شو بسموه إياه؟ حسب بكون اسمه استكرار. ايش بسموه بالعراق؟ خايفة أقول لك. والله شو بسموه بالعراق؟ ما أعرف إذا هاي الكل يقوله بس إحنا نقول مكرافة. كمان استاذ عماد يلا استاذ عماد. مكرافة هاي كرافة اللي بيلبسوها بالحفلات، شو جابها لل يا مكرافة. مكرافة. يلا صبرني يا الله. انا كان عندي سلسلة ثانية اسمها كيف تفهم الآلات العراقية معي. احكوا لنا امان مكرافة هي كلمة عراقية ولا بتألف عراسة؟ شو رسالتك للشباب العربي اللي بيتابعوك داخل امريكا؟ شوف اجاني كثير شباب من العرب على الانستغرام يسألوني اسئلة، وانا دائما بحب اساعد يعني اي شاب عربي. اكثر اشي ممكن بحكي لكم اياه انه هون بامريكا موجودة فرص كثير، كل الناس الموجودين هون اللي وصلوا لمكان عالي بيحكوا لك نفس الاشي، لازم تعمل اللي عليك تتعب وبتوصل ان شاء الله. تطلع معاك من اول محاولة ولا لا؟ لا، اول محاولة حتفشل، حطها براسك حتفشل 90% حتفشل، في 10% بنجحوا من اول محاولة، بس انت ما تطلع على هدول العشرة بالمية، انت اعمل اللي عليك وضلك حاول، وزي ما بحكي لك ربنا بيكون كاتب لك اشي احسن واحسن، فضلك حاول حتى يوصلك الاشي اللي مكتوب لك. شو رسالتك للشباب العرب في البلاد العربية بالاوضاع الصعبة اللي بعيشوها؟ اول اشي الله يعينهم، الاوضاع يعني بالوطن العربي مش سيئة تقول انه ما فيش مصاري، بس انه الضغط اللي عليهم وما فيش فرص
opportunity انه ينجحوا اكبر. ان شاء الله شوي شوي مع الزمن الامور بتتحسن. وزي ما بحكي لكم نفس اللي بنصح الشباب اللي هون، بنصح الشباب بالدول العربيه، اعمل كل شيء عليك، حاول كل شيء بيجي عليك حاول انه تعمل كل شيء بتقدر عليه، وان شاء الله شيء من الاشياء بزبط معك. بس طبعا بتقدر تيجوا على امريكا او اوروبا اي بلد غير البلد العربي، اطلع بس اطلع بهدف، مش تطلع تضيع وقت. يعني انت مع موضوع الهجره؟ مزبوط. انا صرح الضوء هسه انت مع سلام توقع بدي شرك بس ما شاء الله ما توقعت صراحة. لا ظابط جاهز تشوف النتيجة؟ جاهز يلا. بس انت تثق في شغلي يعني 100% بالمية بتكون. تفضل خلينا نشوف. باع الجمال، باع الجمال، ما بتطلع الكاميرا، باع الجمال. شوف 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 ما شاء الله حبيبي سلام. شكرا. وين بتطلع انت بالظبط؟ طلع على السما. طيب هون شو هذا؟ طيب هو ملزق في الارض. كيف انشالله؟ مليان الارض. هالتنظيف بتسميه؟ ما بدي رينج روفر ولا بدي صحبتك ولا بدي اسوي يوتيوب ولا بدي اعمل شيء. خلص الغرفه، خلص اليوم الشغل زي ما اتفقنا من الاول. هلا بعد ما خلص تنظيف الغرفة السكند جاب بدك تشيل هاي السيارة. هي لامبورجيني انت معاك 300,000 دولار بدك تاخذها من هون. اشتريها اليوم ترى يا سلام، انا تفكر انه فقير ولا مش مشكلة، مش مشكلة ولا يهمك، انا بحكي لك بس عشان نبحث. اوكي بدك تنقلها من هون، تدخلها في الراب روم، بدك تفك الراب عن لا لازم بدك كل شيء اسهل من هيك، شغل ما فيه. فك الرابينج عنها، فك الراب عنها كله. الشاب ساعدك اوريدي، فك هاي الجهه الباقي كله عليك. الجهه هاي كامله كلها عليك. تفضل بي كيرفول. طيب هسه بدي اشغل السياره، كيف تشتغل لامبورجيني؟ اوه هيك هسه تذكرت هيك قصتها. اقسم بالله تشغيلها انجاز. دقيقه كيف ترجع لورا؟ ريفرس. اوه اها واو. نو 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 كريزي 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 كريزي. عالم السيارات في امريكا كريزي كريزي جايز. كيف بدي احط درايف؟ عم بزمروا لك الجماعه. كيف بدي احط درايف مود؟ يلا روح امشي درايف يا زلمه. كيف حاط ريفيرس؟ اوكي علمك شغله جديده اليوم. هاي ذكرت. أيوة. يا ذكرت 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 والله ذكرت اقسم بالله. بت هذا كبسات على الستيرنج. هاي بنسوق لامبورجيني عشان نوديها ونشيل الرابينج عليها لانه صار فيها حادث، وبعد الحادث بيشيلوا الرابينج ويعملوا لها رابينج من اول وجديد. فهاي الغرفه اللي حنعمل فيها الرابينج ان شاء الله. طب الرابينج بنشال هيك بشكل عادي ولا بده مختص يشيله؟ لا هي بدها شويه خبره، يعني القطع هاي بنشيلها احنا بعدين بنشيل الراب، عشان احنا لما نعمل راب بنحط الراب تحت. هاي كواليتي رابينج يعني. هسه يعني اذا اي حدا من هيوستن بده يعمل رابينج لسيارته، اول شيء كيف ممكن يوصل لهذا المكان او كيف ممكن يتصل على المكان ويحجز موعد عشان يعمل رابينج لسيارته؟ اول شيء اي حدا بحب يعمل رابينج موجود في هيوستن تكساس او اي مكان في امريكا بنقدر نعمل لكم رابينج كامل على السياره. ايش بتكون نوعها؟ هلا احنا بنختص انه احنا بادي شوب اول شيء، وهي شغله مهمه كثير عشان اللي بفك لك القطع على السياره بدك تكون مختص بفك قطع. معظم محلات الراب بس بيعملوا راب مش بادي مان. انا اللي بفكوا عند القطع بادي مان اللي هم نفسهم بيشتغلوا على السيارات لما تنخبط. يعني عنده خبره بالفك ويحط رابينج وبعدين يرجع القطع. يعني عندي شخص للراب بس لحاله، وعندي شخص اللي بفك القطع على السيارات اللي هي شغلته يوميا بس فك قطع. كيف ممكن الناس يتواصلوا معك يعملوا رابينج؟ بس كوليجن اسم المحل تبعي. هذا هو رقم التليفون اللي هو 713-973-9100. تواصلوا معهم يا جماعه واحجزوا موعد. سلام دير بالك. ولا يهمكم ولا يهمكم، انتوا بتعرفوني من الفيديوهات القديمه، اذا ما بتعرفوني بتشوفوا رابط القناه عندك تحت هون صح؟ حاطه بالوصف يا عمي اقول لك سلام سلام. اول رابط موجود تحت بالوصف هو رابط قناه سلام. امشي انت عندي برابط عبيب. انت عارف مع السكندي من زمان اقول لك والله غير يكونوا اربع روابط. اربعه؟ اربعه خليهم خمسه. خمس روابط. خمس روابط. ست العيون. ست روابط والله غير ست روابط تحت. خلص كفي ستة هيك بدي كمان. خلص خلص ستة اتفقنا. تمام يا اهلا وسهلا. كيف ممكن شاب غزاوي زيك ووالدك غزاوي بحت وصل لهذا الليفل من النجاح في امريكا؟ زي ما حكيت لك برجع لنفس الجواب اللي اعطيتك اياه اول مره، انه لازم اول شيء تعمل كل شيء عليك وتثق بالله انه حيعطيك اللي مكتوب لك وان شاء الله امورك تمشي. عندي سؤال دائما بساله على القناه للاشخاص الناجحين، هل ممكن تحقق نفس النجاح بنفس الجهد لو كنت في بلد غير امريكا؟ لا حرفيا على طول. لا على طول. لا والسبب هون زي ما حكيت قبل شوي انه هون الحياه بتعطيك فرصه
انه تنجح اكثر واكبر، بس بنفس الوقت هون لازم تتعب منيح عشان توصل. في ناس بيحكوا لك انه لا مش هيك امريكا، مش هيك للناس اللي ما بيحاولوا، ما بعطوها مش 100% 200%. اذا ما بتعطيها 200% ما حتشوف النجاح، حتضلك تحكي انه لا امريكا مش هيك وامريكا امريكا امريكا. وفعلا يعني بتلاقي في ناس حتى على اليوتيوب بيحكوا بهذا الموضوع، بيحكوا لك لا امريكا مش هيك وكذا، عشان هم معطوها 200%. يا سلام، معطوها 80% وبيحكي لك عملت كل شيء علي وما وصلت. ايش نعمل هون يا سلام الان؟ هلا هون بدي اياك ترتب لي بس هدول كم من بمبر. تمام، ترتب لي اياهم هون. هلا انتبهوا، هون لقينا قبل يومين راكون كبير، فدير بالكم، حاولنا نلاقيه نمسكه ما قدرنا نمسكه، فكونوا كيرفول وانتوا هون، يكون كبير هذا بيأذي يعني. زين شنو رأيك اني انزل وانتوا تصورون؟ وكلنا نخلص الشغل ونصور ونصور. اخاف والله ما اقدر. بتخاف من البزونة؟ بتعرف شو البزونة؟ شو البزونة؟ خمن. بزون شو هاي عراقي يعني؟ اه بسة؟ اسمع بتخاف من البسة؟ بتخاف من البسة كمان؟ بخافت منها، هربت ما شفتها صارت تركض. بطلع لك بسون بوقفها على الدرج عشان ما تعرفش تنزل. هاي المنطقة تقريبا اللي بنزل عليها القطع، فبدنا ننظف ونشيل الاغراض هاي من هون عشان ايش؟ نرتب الاوضاع. حسونا موجود كل قطع العالم، هذا هو الطابق الثاني من البادي شوب والرابينج الخاص بسلام، وهاي الشغلات كلها. اول شيء سلام، انت الفتره الماضيه كنت غايب لانك كنت في باريس ومتزوج، مزبوط؟ مزبوط. الف مبروك سيدي. الله يبارك فيك. هاي اول مره حدا بيعرف ليش انا صار لي غايب فتره عن اليوتيوب. حصري. هاي عندك على القناه. اوكي، الان ليش اخترت انت تتزوج بنت اجنبيه مش من ثقافتك، وهل كان الموضوع صعب عليك ولا لا؟ شوف، اول شيء الموضوع صعب، يس مش سهل انه تتقبل اشي انت نفسك كشخص عربي مسلم تتقبل اشي بيختلف عنك. تاني اشي انا مش انه انا اخترت عن عشوائي، الموضوع زي ما تقول اجا قدامي دائما، زي ما بحكي لك، زي ما في البزنس بحكي لك دائما حط الله اول اشي وخليه هو يحطها قدام عينيك، اذا الاشي الك بكون الك، اذا مش الك ما حيمشي الامور. والحمد لله مش الامور، وحنزل فيديو كامل عندي على القناة مع مرتي اشرح كل التفاصيل، مين هي، كيف تعرفنا على بعض، وما فيديو معاها يعني حيكون اول فيديو معاها كمان، فما بعرف كيف حيكون الفيديو، بس حابين تشوف التفاصيل كاملة روحوا عندي على القناة وان شاء الله بنزلكم اياه قريبا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يشرف عليك. والله ما شاء الله عليك. والله فجرتني. والله انت زلم محترم، شغلك يعني ما فيش منه في البلد كلها الصراحه. تحسنت يعني؟ تحسن كثير. تفاجئت، تطلعت على الكاميرا تفاجئت كثير. شوف المصاري انا بدي اعمل لك سبرايز، ببعث لك زل. اها حلو، بس زل تبعت شو اسمه ولا زل زل جد؟ زل 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 يعني استنى للابد ولا اليوم بالليل؟ يوم بالليل. خلاص خلاص يا جماعه، كفلانين كفلانين سلام يبعث لي يوم زل بالليل ولا اسحب عليه زي دائما. وهيك يا اصدقائي خلينا الان نروح على البيت نشوف قديش ارباحنا لليوم، واوريدي الان الدنيا قربت تصير ليل وباذن تكون تخوض علي صح؟ لا لا، وباذن الله يا جماعه انه سلام راح يعمل لنا زل بالفلوس، وباذن الله يا جماعه سلام راح يعمل لنا زل بال اطلع يا عمي، وباذن الله يا جماعه سلام راح يعمل لنا زل بالفلوس، ونشوف قديش ربحنا اليوم، وان شاء الله نوفر 2000 دولار عشان ندفعهم للميكانيكي اللي هو صديقنا معاذ، بعديها نتسهل الى نيو مكسيكو الباكوركي باذن الله. وحنا الان لحظه الحقيقه بعد ما وصلنا البيت، وبدنا نفتح الان حساب البنك ونشوف سلام بطنيجي قديش اليوم اعطانا بدل وظيفه، وبهاي اللحظه راح يبين اذا انه احنا بكره راح نتحرك الى الباكوركي في نيو مكسيكو ولا راح نضل هون ليوم كمان. اللي بدنا اياه بهاي اللحظه اللي هو 360 دولار امريكي، اللي هم باقي ال 2000 لمعاذ لحتى نخلص من تحدي الولايه اللي هو تصليح السياره ب 2000 دولار، وبعديها نروح على نيو مكسيكو الباكوركي، فبدنا بس 360 دولار. تتوقع سلام بطنيجي الان قبل ما نشوف دعمنا باكثر من 360 دولار ولا باقل من 360 دولار؟ اذا اقل من 360 دولار مضطرين نشتغل كمان يوم لحتى نكمل فلوس صديقنا معاذ الميكانيكي، وغير هيك بنكون خسرانين بالتحدي. او اذا سلام بطنيجي دعمنا باكثر من 360 دولار معناته امورنا بالسليم، وبكره بنقدر نتحرك الى الباكوركي نيو مكسيكو باذن الله. فبهاي اللحظه العد تنازلي سلام سلام قد ايش دعمنا سلام؟ لا 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 الله ايش قد سلام بطنيجي دعمنا ب 500 دولار امريكي، وصار الوقت لحتى نطلع من هيوستن تكساس. وينك؟
لك وينك وينك انت ما انتبهت. اهلا يا اهلا وسهلا. هاي الشباب العجين معهم يا جماعه، وكلهم كانوا بيستنوا هاللحظه. هاي صار دباركوا للعالم كله انه جهاد خلص تحدي هيوستن. خلص تحدي هيوستن يا جماعه، وصار وقت الاهل حتى نتحرك الى وعلى نيو مكسيكو البكوركي. عندنا 500 دولار امريكي هاي بهاي اللحظه ومباشره. ليش راح احكي معكم؟ تعالوا بدناش حكي بهاي اللحظة، وبدنا نبعث لمعاذ الآن اللي هو 360 دولار أمريكي لحتى نخلص حسابه. فبهاي اللحظة رح أبعث لمعاذ 360 دولار أمريكي. أوكي الآن سنت، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل حساب لمعاذ الآن وخلصنا معاذ تماما. وهيك خلصنا تحدي ولاية تكساس الأمريكية وخصوصا مدينة هيوستن، وصار عنا وسيلة نقل لحتى نكملها بباقي السلسلة. واللي ظل معنا من 500 دولار اللي هي 140 دولار أمريكي. هاي 140 دولار أمريكي إذا ما دفع الفلاس الأكبر اليوم رح نستخدمها بإذن الله لحتى نتنقل من هنا ونروح إلى ألباكوركي نيو مكسيكو، أكل وشرب وغاز للسيارة. وإن شاء الله هذا الحكي يكفينا وبهمش بالمرة لو نموت من الجوع أصلا، بس بدنا غاز لحتى نوصل إلى لوس أنجلوس كاليفورنيا. والحلو بالموضوع إنه معنا يوم 47 كامل و 48 كامل و 49 كامل و 50 كامل، يعني معنا 4 أيام. واللي بهمنا الآن وبكرة إنه لما نفتح تحدي الولاية في ألباكوركي نيو مكسيكو تكون المحطة القادمة بإذن الله لوس أنجلوس كاليفورنيا. اذا كان الحكي هذا صحيح وزي ما احنا متوقعين باذن الله غير الرينج روفر تكون من نصيبنا بلا منازع. 4 ايام معنا سياره وصار وقت السفر الى لوس انجلوس كاليفورنيا، ولكن لازم نروح على نيو مكسيكو ألباكوركي ونشوف شو التحدي الولايه فيها. والان خلينا نشوف قديش دعم الجمهور. دعم الجمهور بهاي اللحظه عباره عن 197 دولار امريكي، وعندنا دخلنا من وظيفه اليوم هو 500 دولار امريكي، بصير التوتال عباره عن 697 دولار امريكي. وهذا شيء ما بفع الافلاس الاكبر ولله الحمد. وال140 دولار امريكي راح تضل معنا لفيديو بكره. وفي خبر حلو كمان بجانب هذا الخبر، انه ايات اليوم وبهاي اللحظه نزلت فيديو على قناتها بيحكي عن اجواء تكساس وعالم تكساس، فانا اليوم جدا مبسوط فبدي اياكم تفرحوا ايات. فرابط ايات موجود تحت بالوصف، روحوا عليها واستمتعوا بمحتواها واشتركوا بمحتواها، لانه راح نحقق حلم واحد منكم شو ما كان داخل الوطن العربي وخارج الوطن العربي. شرط واحد فقط لا غير، تشترك بقنواتنا انا وايات، وباذن الله السحب راح يكون بعد انتهاء السلسلة مباشرة. فهيك للأسف انتهى الفيديو اليوم، خليكم جاهزين للفيديو الجاي اللي حيكون بكرة، وبإذن الله الرينج روفر راح تكون من نصيبنا خاوة. بدي أقول لكم على راسكم أصدقائي، سلام.